يسعد اوقاتكم بكل الخير متابعين العالم. سوريا ساعه دامسكو ابتدت معكم، ان شاء الله تكون ساعه من الرواق، المعلومات المفيده. حنحكي عن كثير من المواضيع، عن فقرات وضيوف مميزين. يسعد اوقاتك روح. يسعد لي اوقاتك صبا، وكل التحيات لكل حدا انضم اليوم لنا عبر شاشتنا العالم سوريا. مثل ما ذكرت صبا، مواضيع متنوعه واكيد الضيوف رح يقدموا لنا معلومات قيمه، لكن البدايه بالعناوين. بداية رح نتعرف على الحمية الغذائية المناسبة لعلاج ألم الشقيقة، وحنحكي عن الربو كواحد من أكثر الأمراض الصدرية شيوعاً. حنشوف أجوبة الناس بشوارع دمشق على سؤالنا، مين بيتمسك برأيه أكثر، الرجل أو المرأة؟ وأكيد الحديث عن المشاركة بالأولمبياد في طوكيو رح يكون له حصة اليوم معنا مع ضيوفنا. أما البداية حتكون مع الصحة والتغذية، وحنحكي عن حالة الأشخاص يلي بيعانوا من الصداع النصفي أو الشقيقة. هل فعلاً الحمية الغذائية ممكن تساعد على التخفيف من هاي الألام، وهي لها دور بعلاج هالحالة والتخفيف منها؟ حنعرف مع اختصاصية التغذية الدكتورة روعة التجار. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم وأوقات كل المشاهدين يا رب. اهلا وسهلا فيكي معنا دكتوره. يعني المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها باحدى الحلقات الماضيه، نحن اليوم طمعانين بمعلومات زياده كمان. موضوع هام مثل ما ذكرت الصبا الشقيقه، هلا صار عندنا بالصيف على التنوع بالاكل او اختلاف النمط الغذائي، كمان ارتفاع درجات الحراره، كله عوامل بتسبب الصداع. هل يا ترى عن جد النظام الغذائي هو بياثر على زياده او التخفيف من نوبات الشقيقه؟ تمام، اكيد. نحن بنعرف انه النظام الغذائي او بعض المواد الغذائيه، الاطعمه، نظام الحياه بشكل عام بيلعب دور كثير كبير بالامراض. احيانا ممكن يكون يزيد من العامل المرضي او ممكن يقلل. كمان الشقيقه لها دور، او الالام الراس او الصداع النصفي اللي نحن بنسمع انه كثير من الاشخاص بتجيهم نوبات بشكل متكرر او بشكل متقطع. لكن مثل ما بنعرف النظام الغذائي بيدخل بغالب الامراض، ومنها الشقيقه والصداع النصفي. وإذا بدنا نحكي دكتورة عن الشقيقة وعن أفضل الحميات الغذائية يلي ممكن أنه هي تخفف من حالة الأشخاص يلي بيعانوا من نوباتها. تماماً. هلأ بالبداية نحن بدنا نعرف إذا جينا على المجموعات الغذائية وحكينا بمجموعة مجموعة أو المغذيات الكبرى اللي نحن بدنا نسميها، رح ندخل بالتفصيل لنشوف أنه يا ترى هل مثلاً الخضار، الفواكه، عنا الألبان، اللحوم، كل نوع من أنواع المغذيات شو اللي ممكن يزيد النوبات أو يخفف. هلا اذا بدنا نحكي نحن بموضوع مجموعه اللحوم يلي هي مجموعه مهمه نحن اللي بتعطينا البروتين. نعرف انه مثلا نحن في عنا اللحوم يلي هي بتنطبخ بشكل طبيعي بالمنزل، مثل اللحوم، الدجاج، البيض. اذا نحن ما عم ندخل لها مواد مضافه او انه هي تكون مصنعه عم نشتريها من الاسواق او من المعامل، هي غالبا ما بتزيد نوبه شقيقه او ما في لها تاثير. بينما اذا نحن عم ناخذ بعض المواد مثل اللحوم المعلبه او اللي داخل لها بعض المواد الحافظه، كمان مثل داخل لها النترات والنتريت، هي ممكن انه هي تزيد من نوبات الشقيقه. هي كمجموعه اولى. في عنا المجموعه الثانيه اللي نحن في عنا مجموعه الالبان والاجبان. مجموعه الالبان والاجبان غالبا اذا انا اللي عم باخذ الحليب او اللبن او حتى الجبنه واللبنه اللي نحن المشتقات العاديه الاعتياديه الموجوده بكل منزل غالبا ما بتزيد، لكن في عنا بعض انواع الاجبان او الالبان اللي هي مثلا مثل عنا جبنه البارميزان، ممكن احيانا عنا الروكفور، عنا اللي هي بتكون مخمره، حتى كمان في عنا الشنجليش، ممكن عند بعض الاشخاص يصير في عندهم نوبه شقيقه بعد تناول هي الاغذيه. لهيك انا قبل ما اكفي بالمجموعات الغذائيه بدي انتبه لكثير موضوع ونبه عليه، انه نحن في عنا اشخاص بيتحسسوا من مواد دون مواد، لهيك كثير مهم الاختبار الشخصي، ممكن اختبار الحساسيه او حتى انا جرب حالي اني انا لازم كثير انتبه انه انا اليوم اكلت هالاكله الفلانيه، يا ترى بعد يوم او بعد يومين او مباشره صار في عندي صداع نصفي او لا. هذا المعيار شخصي جدا مهم اني انا ركز عليه.
تمام، يعني بنكون بمشكله، بنصير بمشكله ثانيه اذا ما اتبعنا التعليمات الصحيحه. تمام دكتوره، هلا من انواع الانظمه الغذائيه بموضوع الشقيقه عندنا شيء اسمه حميه الاقصاء، عارفين عليها اكثر؟ تماما، هلا هي حميه بتعتمد انه نحن انا اختبر نفسي، ممكن بعض اختبار حساسيه، احيانا نحن في عندنا اختبار حساسيه، لكن في مشكله حتى كمان احيانا بنسمع شيء اسمه البصمه الوراثيه، بنسمع انه بيعملوا هي التحاليل، ومشكله نحن اولا هي التحاليل احيانا اذا هلا انا وانتم كلياتنا رحنا عملنا تحليل بنلاقي انه نحن غالبا بنتحسس من مواد كثير غذائيه عاليه، يعني مواد تعدادها كثير كبير. ممكن انه نحن نعمل انه نشوف، انا بجرب حالي انه انا مثلا لقيت حالي بتحسس من هالنوع من الماده الغذائيه، يفترض او انه هو يسرع بحدوث النوبه الشقيقه، يفترض اني بعيد عنه. يعني انا مثلا ممكن كاشخاص فرضا حكي عن مثال، انا اشخاص الفطر والكمأة انا بتحسس منهم، اشخاص ثانيين لا، ومباشره ممكن تسبب عندي الام بالحلق، ممكن الام بالراس، لهيك انه انت بجوز ما بتتحسسي منهم. كثير مهم انا يكون في عندي انتباه ومشعر لبعض المواد الغذائيه، خاصه اذا مواد غذائيه عم دخلها جديد. يعني مثلا انا كشخص ما باكل جبنه ريكفور من قبل، قالوا لي جربي ذوقيها، ممكن انا عن جد يظهر تحسس، لكن ممكن اكل اكلتين انا ما اكلتين جداد ما اعرف من شو تحسست. لهيك اي اكله جديده بدي ادخلها بنظامي الغذائي، خاصه اذا مصنعه، كثير انتبه اني ما اخلطها مع شيء ثاني، لحتى اذا صار عندي اي رد فعل تحسسي انا اعرف انه من هي الاكله الفلانيه، مو اقعد اتحذر انه هي الاكله ولا هي الاكله. لنرجع لحميه الاقصاء، انه انا اذا كشخص بيتحسس مثلا من الجلوتين اللي هو بروتين القمح، ممكن بتحسس من اللاكتوز سكر الحليب، ممكن اتحسس من ماده معينه، انا كثير مهم راقب وامتنع عن هي الماده، لانه هذا هو الحل، ما في حل ثاني اني انا والله اخذ دواء ولا اعمل شيء ثاني انه يمنع تاثير هالماده اللي موجوده ضمن هالماده الغذائيه اللي سببت لي التحسس. يعني اعتبرها تجربه شخصيه لكل مريض، هو بيقدر يحدد شو الشيء اللي ممكن يضايقه او يبتعد عنه. اكيد اكيد اكيد. ولا حنحكي عن شيء ثاني دكتوره، عن الصوديوم، مثل ما هو بيرفع الضغط ممكن يزيد نوبات الصداع؟ تمام، هلا احنا الفكره في عندنا الاحادي جلوتاميت الصوديوم، هو نوع من انواع اللي بيكون معزز النكهات، اللي بيكون غالبا بالاغذيه المصنعه، اللي احنا حسمي لك اياه موجود بالملح الصيني. انا احكي لك قصه، انه انا كنت مره بالبزوريه عم بشتري بهارات، بقى في سيده كانت عم تطلب الملح الصيني، طبعا هذا الكلام حيصير له كم سنه، هو طبعا سعره اغلى من الملح العادي. الفكرة أنه الملح الصيني يفضل نحن ما نجيبه على البيت، يعني فرضاً عم ناكله بالأغذية الجاهزة بالأغذية المعلبة كميات إلى حد ما هو ما ضرره بس ما أنا مشكلة، لكن أني أنا عود عليه زوجي، عود عليه عائلتي، أولادي، هذا الشيء يوم بعد يوم رح يكون في له مضار. منا أنه هنا الأشخاص اللي في عندهم شقيقة مباشرة بصير في عندهم رد فعل لأحادي جلوتاميت الصوديوم، بالتالي يصير في عندهم أكثر نوبات شقيقة وصداع نفسي. لكن إحنا كتير مهم ننتبه لأحادي جلوتاميت الصوديوم، أو ممكن نسميه معزز نكهة، نقرأ انه اي ماده غذائيه انا بجيبها يا ترى موجود بقلبها، اذا انا شخص بيصير في عندي نوبات شقيقه يفترض اني انا بعيد عنها. وكسيدات ضمن المنازل، انه لو سمعنا انه هي بتصير الاكله اطيب، لا نحن ما نجيبه على البيت، لا نستعمل الملح العادي، لانه يوم بعد يوم ممكن يكون في له خطوره على الجسم. تمام، مضاره كثيره، يعني مو بس بموضوع الشقيقه، يعني واحد بيقرا عنه تعليمات، اي شيء يعني اي شيء مصنع عموما هو شيء ضار. اكيد. لكن كمان عندنا بعض المواد غير المصنعه، من الدهون هي دائما الاكثار منها بسبب مضار كثيره، ومنها البعض يقول انه الشقيقه كمان، هل بتاثر على الموضوع الشقيقه؟ تمام، هلا حسب نوع الدهون، نحن في عندنا دراسه هلا صدرت حديثا انه نحن عندنا الاوميجا 3 اللي هي مثلا اللي بتكون بالاحماض بالدهون والاسماك اللي مدهنه، يعني مثل انواع الاسماك اللي مثل السالمون، اللي طبعا هي مشكله انه اسعارها شوي غاليه او ما انا متوفره، لكن نحن الاوميجا 3 موجود بمصادر ثانيه هلا بنحكي عنها. الاوميجا 3 بالعكس وجدوا انه هو بيقلل نوبات الشقيقه، بينما الزيوت النباتيه وجدوا انه هي بتزيد من نوبات الشقيقه. لهيك نحن كثير مهم يدخل بنظامنا الغذائي الاوميجا 3 اللي هي موجوده ببذور الكتان، ببذور التشيا، موجوده بالصويا، موجوده مثل البقله، الخضروات الورقيه، المكسرات. يفترض انه انا كشخص بينصاب بنوبات شقيقه، يفترض اني انا ادخل اوميجا 3 بنظام الغذائي. حتى الاشخاص الاصحاء لازم نحن يدخل عنا على الاقل 1 جرام يوميا.
يعني دكتورة بهالشوب ما فينا ما نسأل عن المشروبات والعصائر يلي ممكن تأثر على موضوع الشقيقة. تماما. هلا في نقطة كتير مهمة أنا ما حكيتها بالبداية، نحن موضوع المي، إذا أنا شخص بنصاب بالشقيقة يا ترى قد ايه بشرب مي؟ يعني أي حدا بيجي بيقول لي إن أنا عندي وجع راس، أول شيء لازم أسأله إنه هل يا ترى عندك شرب قلة شرب مي؟ عندك إمساك أو لا؟ في عندك نوم، يعني نومك صحيح او لا، قد ايه عدد الساعات اللي بننامها، عن الكافيين اللي بعد شوي رح نحكي عنه، هدول كثير مهم نحن نركز عليهم. لكن بهني موضوع المي اللي هي مي السائله اللي ما في اي شيء داخلها، انا كثير مهم على الاقل يكون في عندي لترين. بالنسبه كمان لبعض المشروبات اللي انا كمان ممكن ادخلها وخفف من نوبات الشقيقه، عندنا الزنجبيل، عندنا الناردين، عشبه الناردين، عندنا الاكليل الجبل او حصلبان، في عندنا البابونج، عندنا النعناع، هدول كلياتهم عباره عن مشروبات بتخفف من نوبات الشقيقه. بينما العكس انه انا اذا بتحكي على الكافيين، انا كثير مهم اني اخذه بكميات تكون معتدله، ما تزيد عن 200 ملي جرام بالنهار. يعني الكافيين هو عند الاشخاص اللي عندهم شقيقه سلاح ذو حدين، يعني إذا زاد بتزيد النوبة شقيقة بصير في عنا، وإذا نقص بصير في عنا نوبة شقيقة. لهيك كتير مهم إني أنا التزم بكمية معينة خلال النهار حتى ما يصير في عندي نوبات شقيقة. تمام. هي معلومة مهمة، يعني في مفاهيم مغلوطة بتقول البعض إنه القهوة بتصحصح، وبالمقابل في ناس بتقولك لا، اللي عنده شقيقة ما بصير يتناول الكافيين، يعني هو التوسط والاعتدال هو. تمام. يعني هو بحدود 200 ميلي جرام، يعني إحنا بحدود عنا تقريبا كوبين خلال النهار. تمام. ما يتجاوز هاي الكمية. بس إحنا في عنا مشكلة إنه عالم تشرب قهوة وشاي ونسكافيه، هدول كلياتهم فيهم كافيين. بدي انتبه قد ايه انا عم باخذ، يعني انا مثلا اذا شخص بشرب متى كثير وبشرب قهوه كثير، صار في عندي نسبه عاليه من الكافيين، اللي هي ممكن حتى الاشخاص نحن بنلاحظ برمضان وقت يبلش ينزل منسوب الكافيين بالجسم ببلش راسهم يوجعهم. تمام. دكتورة، هي حكينا عن كل حالة، يعني حالات خاصة شو بيناسب أغذية، لكن شو هي الأكلات يلي ممنوع يتناولها يلي عنده صداع نصفي أو شقيقة، يعني الابتعاد عنا بشكل نهائي؟ تماما. هلا أول شيء في عنا من الحمضيات، عند الأشخاص بعض الأشخاص وجدوا إنه الجريفون، الليمون، البردقان، إذا أخذوه خاصة عصائر، يعني أكثر من نحن ناخذها حبة كاملة بكميات عالية، هي ممكن تزيد عندهم نوبة شقيقة. لهيك يفضل إنه هن إذا بدهم ياخذوه حبة كاملة وما يكون عبارة عن أكثر من حصة، يعني بردقانة وحدة. كمان عندنا موضوع البصل اللي هو واحد من انواع الخضار يلي هو ممكن يسبب نوبات شقيقه، يفضل اذا انا شخص مصاب نوبات شقيقه اني بعد عن البصل. عندنا كمان الموز، عن بعض الاشخاص وجدوا انه هون ممكن يزيد من نوبه الشقيقه. في عندنا كمان قلنا بعض انواع كل شيء مخمر، يعني مثلا عندنا الجبنه، ممكن في عندنا النبيذ الاحمر، في عندنا الملفوف اللي هو بيعملوه مثل مخلل، هذا لانه مخمر. أي شيء مخمر هذا ممكن عن بعض الأشخاص يزيد نوبات الشقيقة. كمان في عنا موضوع الشوكولا اللي هي ممكن كمان ما تقولي دكتورة انه الشوكولا بتأثر وبتخلي بتزيد نوبات الشقيقة. هلا في عند بعض الأشخاص بتزيد نوبات الشقيقة، لهيك نحن يفضل إذا أنا شخص، نرجع بنقول إنه أنا اللي شيء بتضايق منه ممكن أنت ما تتضايقي منه. إذا فعلا دكتورة هدول بيكونوا نكديين، لأنه الشوكولا بترفع معدل السعادة. بتأثر على، يعني على الدماغ، هي الفكرة. لهيك إنه يفضل إنه إذا أنا يعني بتضايق بعد ما اكل هدول الاكلات، يفضل اني بعد عنهم لحتى ما يصير في عندي نوبه شقيقه او صداع. يعني بالدقائق الاخيره دكتوره، حابين من حضرتك ناخذ شويه نصائح للاشخاص يلي فعلا بيعانوا من نوبات الشقيقه وهالالام الشديده يلي بترافقها، هيك شويه نصائح لنخفف من هي الالام والنوبات. تمام. اول نصيحه هي شرب المي على الاقل 2 لتر، خاصه هلا بالشوب نحن بحاجه اكثر، يعني رح نقول 3 لتر. اذا ما بتحبوا المي الساده فيكم تضيفوا لها نعناع، فيكم تضيفوا لها قطع خيار، فواكه، اشخاص مثلا بتحط لها ليمون، يعني النكهه اللي بس مو عصير محلى. أكيد. هي بما انك عم نحكي فيها تحت الهواء، هلا نحن اصلا حتى السكر كميته العاليه ممكن يزيد من نوبه الشقيقه. الشيء الثاني هو النوم، لا النوم زياده ولا نقصان، وخاصه النوم اللي قبل الساعه 12 اللي هو افضل. يعني احنا كثير مهم انه كل ما نمنا ساعه قبل الساعه 12 ممكن تعادل ساعتين بعد الساعه 12، اتباع نظام رياضي، يعني نحن في عنا على الاقل نص ساعه يوميا او لحنقول 5 مرات بالاسبوع بحدود النص ساعه على 3/4 ساعه بالنسبه للرياضه. بالنسبه للموضوع
الغذائي كثير مهم اني انا بعد عن الاغذيه اللي هي ممكن تسبب لي نوبات شقيقه اللي ذكرناها. كمان ممكن استعين ببعض الاعشاب مثل الزنجبيل، عشبه اكليل الجبل، كلها ممكن تخفف من نوبات الشقيقه. واذا كنت انا شخص بعاني من الامساك كثير مهم عالج موضوع الامساك لانه في له رابط بينه وبين الصداع النصفي. تمام دكتوره، قبل الختام اللي حكيناه بينطبق على الاطفال كمان ممكن تصيبهم هيك حالات؟ يعني هلا غالبا الاطفال اذا صار في عندهم الام بالراس ممكن تكون شقيقه، يعني هي لانه غالبا بتصيب اعمار فوق العشرين. لكن اذا هي ممكن صارت عندهم وتاكدنا انه بعد ما نحن نستشير طبيب العصبيه ممكن تنطبق عليهم، يعني هي المعايير نفسها. لكن غالبا انه هي بتصيب الاشخاص اللي اكبر من عمر الطفوله. يعني تمام، يعني بتختلف هون على حسب يمكن نوع الغذاء والفيتامينات الموجوده ببنيه الطفل، فممكن تكون حاله ثانيه غير الشقيقة. تماما ممكن تكون مشكله مرضيه، يعني هيك نحن الافضل نستشير طبيب عصبيه اذا هو فعلا الطفل عم بيعاني من هي القصه او قصه ثانيه. تمام، كل الشكر لحضرتك دكتورة اليوم للنصائح اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله هيك الكل يكونوا بعيدين عن الصداع ووجع الراس. شكرا لك دكتورة رعاة. اهلا وسهلا فيكم. وبما انه كنا عم نحكي متابعينا عن موضوع الشوب، ارتفاع درجات الحراره كمان المسببه للصداع، ولانه كاميرا العالم سوريا هي دائما قريبه من الناس، عملنا جوله بالشارع وسالنا عن موضوع الطقس والشوب. خلونا نتابع الاراء بهالاستطلاع. لك ليش في شوب كثير؟ شو بعرفني لا الشوب؟ لأننا بتموز. يعني شو الشوب؟ الدنيا حارة. والله شوب حرائي. الدنيا أنا ليك كأنه هذا الصيف أكثر شيء شوب. إيه حرائي. شوب لأنه الجو كثير شوب. طب مين بتتمنى يكون معك بهالشوبات؟ صراحة أنا بتمنى المسبح حاليا يعني. بحر. لا الواحد بهالشوبات مو طايق حاله. طب شو بتقول للي اخترع التكييف؟ يسلموا. هلا اللي اخترع المكيف اكيد بنتشكره، بس الكهرباء انه كتر خيره، يعني هو لولا نحن كنا نهايتنا يعني الصفر. جواب عم. اي والله. رجعنا ومكملين معكم، وهلا حنحكي عن واحد من اكثر الامراض الصدريه شيوعا بنشوفها رؤى بمختلف الاعمار، وكثير من الناس بيعانوا من الربو ونوباته يلي بتسببها كثير من المؤثرات بتختلف من فصل للثاني. حنعرف التفاصيل كيف نتعامل مع هالنوبات، الوقايه، العلاج والمضاعفات مع الدكتور محسن شاهين اختصاصي الامراض الصدريه. اهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك معنا دكتور. دكتور بالبدايه خلينا نذكر او نعرف شو هو مرض الربو. هلا الربو مثل ما تفضلت من اشياء الامراض التنفسيه اللي بتصيب كل الاعمار، هو عباره عن مرض مزمن التهابي. التهابي يعني مو له علاقه بالجراثيم، يعني نوع من حاله التهابيه بتصيب الجهاز التنفسي بتؤدي الى تشنج بقصبات الجهاز التنفسي. هالشيء بيعطينا اعراض اللي هي اشياء شيء السعال والضيق النفس والوزيز اللي بنسمع حتى ممكن المريض او اللي حواليه يسمع. دكتور يعني كونه في نوبات للربو كمان الحساسيه بتجي موسميه وفيها نوبات، يعني فينا نميز بيناتهم؟ طبعا الحساسيه تعتبر هي يعني مو احد اشكال الربو، هي ممكن تكون كبدايه للربو. نحن في عندنا التهاب الطرق التنفسيه العلويه التحسسي، التهاب الانف التحسسي. جزء كبير من حالات التهاب الانف التحسسي بتتحول للربو فيما بعد، يعني بحدود 35% من المرضى اللي عندهم التهاب انف تحسسي قابلين انه يتطور عندهم لمرض الربو. وبالمقابل في جزء كبير من مرضى الربو بحدود 85% من مرضى الربو بالاصل كان عندهم حساسيه، ففي علاقه وثيقه بين التهاب الطرق التنفسيه التحسسيه وبين الربو التحسسي وبين الربو. فهي خلتنا نأكد على أنه الربو ممكن يكون تحسسي أو غير تحسسي. تمام دكتور، بنسمع كثير عن أنواع مختلفة ودرجات مختلفة للربو، هل صحيح المقولة أنه في أنواع؟ طبعاً الربو عم نحكي اللي هو ممكن يكون ربو تحسسي، طبعاً هذا بيصير ممكن يصير بأي عمر، لكن غالباً بعد بعمر المدرسة عند الأولاد الصغار. والربو الغير تحسسي اللي هو ربو مجهول السبب، ممكن يكون له علاقه بالوراثه. بنشوف احنا في حالات بالبيت اكثر من شخص مصابين بالربو، او مرضى مصابين بالحساسيه تطور الى ربو. في عندنا نوع ثاني من الربو هو الربو المهني،
الربو المهني اللي له علاقة بالتعرض للمواد اللي عم يتعامل معها المريض، ممكن يكون بمعمل أو بشركة أو أي شيء له علاقة بالبيئة. في عنا الربو الفيزيائي اللي هو ربو الجهدي، بيصير نتيجة الجهد المريض بين نوبات الربو، بيكون طبيعي، فحصه طبيعي، وظائف رئة عنده طبيعي، لكن بالهجمة بيصير في عنا زيادة لأعراض الربو، سعال ووزيز وزلة تنفسية تستدعي أنه نعالجه كهجمة ربوية. وإذا بدنا نحكي دكتور عن موضوع تاني اللي هو العمر يلي ممكن تتشخص فيه الإصابة بالربو، أو الأعمار يلي فعلا بتظهر فيها هي الإصابة. الربو ما له عمر محدد، ممكن ينصاب بأي عمر. كان سابقا يعتبر مرض الأطفال، أنه بيصير بالطفولة وبيستمر لعمر الشباب وعمر الكبار بالعمر، لكن حاليا نحن بنشوف الربو حتى من الولادة ممكن يكون في عنا ربو، وغالبا الربو اللي بيصير أثناء بعد الولادة مباشرة بيكون ربو غير تحسسي. الربو اللي بنشوفه بعمر الخمس سنين فما بعد هو ربو تحسسي. كان في عنا سابقا شيء بنسميه ربو الخمسين، لكن كانوا يلاحظوا انه المرضى او الاشخاص بس يوصل لعمر الخمسين ممكن يصير عندهم ربو لاسباب مجهوله، ممكن يكون لها علاقه بالوراثه، ممكن يكون لها علاقه بالبيئه، لكن الربو هو مرض كل الاعمار، بيصيب الاطفال وكبار السن، بيصيب كلا الجنسين من الذكور والاناث. تمام. لا دكتور، كيف بتبلش نوبه الربو وشو هي اعراضها لحتى نميزها بينها وبين اي حاله تحسسيه ثانيه؟ نحن اذا شخصنا مريض ربو، نحن عندنا مريض ربو مستقر بين الهجمات، بتكون اموره كويسه وعم ياخذ علاج بشكل منتظم. اذا تعرض لمحرضات خارجيه مثلا، هي لها علاقة بالفصل، يعني بالشتاء ممكن يكون البرد اللي هو عامل محرض للنوبات الربو، بالربيع غبار الطلع، بالصيف ممكن الغبار أو درجة الحرارة حتى. الشدة النفسية لها دور كبير بتحريض هجمات الربو. في ناس كثير بيسألونا الشدة النفسية هي سبب للربو؟ هي ما أنا سبب للربو، لكن هي محرضة أنه يصير في عنا نوبات ربو. بتزيد أعراض المرض عند المريض الربو، بيصير في عنا سعال أكثر، بصير في زلة تنفسية أكثر، ضيق نفس، يعني بيزيد الصفير والوزيز بالصدر بالطرق التنفسية، وهالشيء هذا بيستدعي إنه نعامل المريض كمريض هجمة ربوية. نحن بدنا نحاول إنه ما تتطور الهجمة وإنه تدخل إنه يضطر المريض يدخل للمشفى ويضطر يدخل للعناية المشددة. طبعا في بروتوكولات معينة لمريض أثناء الهجوع، يعني أثناء إنه ما في عندنا هجمة ربو، وبالحالات اللي لما بيبلش عندنا هجمه كمان في بروتوكولات علاجيه خاصه حتى نطلع من الهجمه الربويه. بما انه حكيت عن شده الاصابه دكتور، هل هي بتختلف باختلاف العمر؟ خاصه انه كثير بنسمع عن حالات عند اطفال انه بتظهر عندهم اعراض الربو، بيخبروهم انه لما يكبر شوي ممكن تختفي كل هاي الاعراض. هو مفهوم عام خاطئ، يعني احنا مريض الربو بس تشخص ربو، المرض الربو هو مرض مزمن لا يشفى، لكن نحن بنحاول قدر الامكان انه نسيطر على الربو، يصير مريض الربو مريض طبيعي، لكن مع العلاج مثله مثل اي امراض مزمنه عم ياخذ علاج حتى تستقر حالته. الحاله شده الهجمه طبعا لها علاقه بالعمر، لها علاقه بالامراض المرافقه. لا، في مرضى ممكن يكون عندهم هجمات الربو اكثر من مرضى ثانيين، لما يكون في عندنا امراض مرافقه عند كبار بالعمر، امراض رئويه ثانيه أو أمراض قلبية أو أمراض كلوية، طبعاً كلها هي عوامل مؤهبة أن تكون شدة الهجمة أكبر. عند الأطفال كمان تختلف من شخص لشخص، العلاقة ببنية الجسم، بمناعة الجسم. المرضى الأطفال اللي البدينين بيكون شدة الإصابة عندهم الهجمات أكثر من المرضى النحيفين، وبيكون السيطرة على هجمة الربو أصعب حتى مع العلاج بنفس طريقة مع المرضى النحيفين. تمام دكتور، إذا بعدنا شوي عن بنية الجسم، إذا نحكي عن عوامل خارجية، شو هي أكثر المحرضات لنوبة الربو؟ كان يصنف سابقا الربو إلى ربو داخل المنشأ وربو خارج المنشأ. نحن بدنا نحكي عن الربو خارج المنشأ اللي هو بيتحرض بعوامل خارجية، حكينا عنها اللي إلها علاقة بالفصول. طبعا في عندنا مؤرجات اسمها أو عوامل محسسة هي اللي بتؤدي إلى الربو، هي اللي بتسبب تطور هجمات الربو. غبار الطلع بالربيع، غبار المنزل اللي طبعا لا يرى بالعين المجرده اللي هو العت المنزلي، من اهم عوامل المحرضه لنوبات الربو، خاصه عندنا بالمناطق اللي فيها رطوبه، البيوت اللي ما بيدخلها شمس، بتكون عوامل
المحرضة فيها، العت المنزلي هو الأساس فيها. التلوث البيئي بشكل عام، تغيير الجو، تغيرات المناخ اللي بتصير، التدخين يعتبر عامل مؤهب للهجمات الربوية، يعتبر أيضا عامل من العوامل اللي بتساعد على أنه يتطور الربو عند مريض عنده تأهب أو استعداد وراثي أو غير وراثي أنه يصير في عنا ربو قصل. إذا بدنا نحكي دكتور بالأسباب اللي بتأدي أو العوامل المؤهبة لحدا يصير عنده ربو، أسباب معينة أو وراثة؟ ما في أسباب معينة للربو طبعا. في إذا بدنا نحكي عن الأسباب الجينية، يعني في عنا أسباب وراثية مؤهبة، يعني في مرضى بيكون الأب والأم ربويين، فراح يطلع في عنا نسبة من الأولاد عندهم إصابة ربوية، كانت سابقا تقدر ب 25% من الحالات. إذا عنا الأم لحالة مصابة أو الأب لحاله مصابة أو اثنين مع بعض، فبتختلف نسبة الإصابة عند الأطفال. الربو شائع أيضا عند الأمهات، المدخنات، لأنه بيصير في عنا كمان عوامل مؤهبة أنه يصير في عند الجنين تبدلات جينية ممكن أنه تتطور ويتطور عنا مرض الربو. أسباب حقيقية للربو ما في، مثله مثل الضغط اللي يعتبر مجهول السبب، لكن نحن بس شخصنا الربو لازم نبلش نعالجه كأنه مرض مزمن غير قابل للشفاء. رح نسعى فقط إلى تحسين حالة المريض، يعيش حياته بشكل طبيعي، ما يصير في عندنا هجمات، أو مثلا إذا في هجمات متكررة نحاول نباعد بين الهجمات لحتى نحافظ على نمط ونوعية حياة جيدة لمريض الربو. تمام دكتور. دائما مريض الربو عنده الإسعافات الأولية الموجودة معه دوما، لكن أمتى تستدعي الحالة اللجوء للطبيب وكيف يتم تشخيص الحالات؟ تشخيص حالة الربو طبعا سريريا، نحن لما المريض بيصير في عنده أعراض بيراجع الطبيب يشخص له مرض في مرض الربو. في عنا استقصاءات خاصة طبعا، هي وظائف الرئة، نحن بوظيفة الرئة بنحدد نمط، بنحدد تأكيد المرض بالإضافة إلى تحديد درجته. نحن عنا أنواع للربو أو درجات للربو، اللي هي الربو الخفيف، الربو الخفيف المتقطع، الربو الخفيف المستمر، في عنا الربو المتوسط الشدة، والربو الشديد، بعدين عنا الربو الحرج، يعني اللي ممكن يحتاج إلى عناية مشددة. لما بنشخص المرض وحطينا يعني صفة أو درجة للمرض، رح يصير في العلاج اعتمادا على درجة المرض. الحالات الإسعافية اللي بدنا ندخل فيها لما بيدخل المريض بهجمة ربوية حادة، طبعا بنبلش بعلاج الصياني اللي هو العلاج بشكل مستمر. المريض موضوع على علاج بالبخاخات الكورتيزونية، هذا بيرافقه كل حياته دكتور ما هيك؟ هذا علاج دائم طبعا. نحن بنتحكم بجرعة العلاج بناء على استجابة المريض. المريض بحاجة انه يراجع كل فترة طبيبه حتى يقدر على المريض هو في مرحلة الاستقرار، ممكن نخفف الجرعة. إذا تطورت عنده حالة بسبب محرضات خارجية ترفع الجرعة. العلاج الأساسي هو الموسعات القصبية طبعا الإنشاقية اللي بتتاخذ على بخاخات. في المراحل المتقدمة بنبدأ بالعلاج بالكورتيزونات الإنشاقية، بالإضافة إلى أدوية ثانية هي مضادات تحسس أو مثل الدواء المعدلات ليكوترينات، طبعا هي مرافقة لمريض الربو بشكل دائم، وهي علاج مدى الحياة على المدى الطويل وقت بيكون في نوبة أو هجمة. بنوبة الربو طبعا بيختلف العلاج بنوبة الربو عند المريض اللي حالته مستقرة. دخلنا بالنوبة الربو، العلاج الأساسي هو الموسعات القصبية، بنعطيها بجرعات كبيرة ومتكررة. احنا بنوصل المريض، إذا بلشت بصير المريض مع الأيام هو طبيب نفسه، يعني بصير يعرف إمتى ممكن تجيه النوبة، بداية نوبة، إمتى ممكن ياخد علاج أكثر، إمتى ممكن يخفف العلاج. فنحن بنوصيه ياخذ موسع قصبي بداية النوبة مرة مرتين متكررة. إذا ما تحسن طبعا بحاجة إنه ينتقل للمشفى ونعطيه إرزاز، بالإضافة لإعطاء الأكسجين، بالإضافة لإعطاء الأدوية الوريدية، الكورتيزونات الوريدية في المراحل المتقدمة طبعا، حتى ما نوصل بالمريض إلى مرحلة العناية المشددة. تمام دكتور. هلأ حاليا تطور الطب مثل ما حكيت حضرتك، في عنا كثير طرق عفوا علاجية لحالات ونوبات الربو، لكن هل يوجد مضاعفات لما بنزيد جرعات أو لما بتزيد الهجمات؟ أكيد في كل أدوية لها مضاعفات. نحن كل الناس بتخاف من العلاج بالكورتيزون. طبعا العلاج بالكورتيزون هو علاج إنشاقي موضعي، جرعة اللي عم ياخذها المريض أقل بكثير لما عم ياخذ علاج فموي. بالرغم من هيك نحن على الاستعمال المستمر للكورتيزون
غالبا راح يصير في عندنا مضاعفات، مضاعفات الكورتيزون معروفه، بيصير في عندنا بداني وهي كثير بتخاف منها. هو هي النقطه اللي كنا بدنا نحكي عنها لما قلت حضرتك كورتيزون. تماما في شيء له علاقه بتاثير الكورتيزون على العظام، ممكن يصير في عندنا تخلخل او هشاشه عظم. نحن كثير بنوصي المريض اللي بده يستخدم الكورتيزون لفتره طويله انه ناخذ جرعه وقائيه من الكلس بالإضافة إلى فيتامين د حتى ما يصير في عنا تأثيرات ومضاعفات للأدوية. بس دكتور هيك بالدقائق الأخيرة بدنا نحكي شوي بالوقاية للمريض يلي عم يعاني من مرض الربو وتعايش معه، والوقاية من النوبات والهجمات. المريض اللي عم يتعالج بشكل دائم صار بيعرف كيف يتعامل مع مرضه بحالات اللي بيصير في عنا تطور للهجمة أو بداية هجمة، وبيعرف كيف كمان يتعامل مع الأدوية اللي عم ياخدها. دائما بنوصي مريض الربو يكون في عنده جهاز اسمه بيك فلو، هو قياس جريان الهواء. طبعا هذا بيعطينا مراقبة هل المريض سائد حالته أو هو لساته بوضع مستقر. دائما بنأكد على المريض أنه ما يتعرض للمحسسات الخارجية، ما يتعرض لتغيير المناخ اللي بيصير بشكل مفاجئ خاصة بفترات الصيف فترات الشتاء، ما يتعرض للبرد، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن مناطق اللي فيها تلوث. كل هالشيء هذا بيحمي المريض. نحن بدنا نوصل بالمريض انه يعيش حياه مستقره بالرغم من انه مريض، لكن يعتبر حقيقه شخص طبيعي لكن مرافق وادويه تستمر معه طيله حياته. اكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع، ودائما الوقايه خير من العلاج. نحاول يعني اذا ما كانت اسباب وراثيه نداري حالنا بالنهايه الصحه، ما حدا بيحس يمكن بالوجع غير صاحبه بالخطاب. نحن نتمنى السلامه للجميع، والمريض الربو بالتحديد نتمنى انه ما يصير في اهمال لحالته، يضل متابع عند طبيبه، يضل مؤكد على اخذ العلاج بشكل مستمر. في مرضى كثير بس يحسوا بالتحسن بيوقف الأدوية، وهذا خطأ شائع. طبعا نحن علاج مرض مزمن بحاجة إلى علاج مستمر، وقدر الإمكان تخفيف الهجمات الحادة والامتناع عن الأدوية الثانية اللي ممكن أنه تكون ضارة للمريض، الاكتفاء بالأدوية اللي بيوصفها الطبيب وضل محافظة على حالي واستقرار حالي. كل الشكر لك دكتور على كل هاي المعلومات يلي ضفتها اليوم لنا ولكل شخص فعلا بيعاني من الربو متعايش معه على المدى الطويل. خلي لي اياك. شكرا 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 لوجودك معنا دكتور. ونحن مشاهدينا عم نحاول نقدم معلومات طبيه لحتى نسهل الطريق على يلي عنده حاله علاجيه، لكن مع هيك في البعض بيتمسك برأيوب دائما عنده حاله من العناد لكثير قصص بالحياه، يتهم الرجل وتتهم المراه. مين اكثر تشبث برأيه رح نعرف هلا بهالاستطلاع حسب اراء الناس. طبعا تشبث بالرأي أو التمسك بالرأي، برأيك مين بيتمسك برأيه أكثر، الرجال ولا المرأة؟ هلا أكيد الرجال يعني. رجال ولا مرأة؟ ولا واحد. ولا واحد؟ لا والله. المرأة. طبعاً رجال أكيد. معلم من المرأة. لا هاد ولا هاد. رجال. المرأة. والله الرجال بحس. ما بعرف. الرجال. شو السبب؟ يعني هيك بحسه. في نسوان رأسها كبير ما تسمع الكلمة. لأنه رأسه يابس بزيادة يعني. ما في شيء يعني، بدها الشيء اللي بدها اياه لازم تحصل عليه. لأن الواحد اذا ما سمك عين مرته بمشي حاله، بدها كل شيء فورا، بتقوم تكتر حالات الطلاق وبدري شو هيك بصير. اي والله. لا طبعا انا بفرض رايي، يعني الي رايي. وهي اذا ما سمعت الكلمه ما بمشي لحاله، خلص بفكر بعقله تماما. المره الا ما تكون شوي تاخذ العاطفه شوي بتغير رايها. المره ممكن تقتنع، ممكن يحن قلبه شوي، ولا ابدا. أما هلأ حنكون مع محطتنا يلي خلالها بيكون لنا جولة على الصحف المحلية والعربية لنشوف شو آخر العناوين. شو حضرتي لنا اليوم رؤى؟ اليوم صيبة معنا أخبار محلية بتهمنا، فيها نقاط من التطور على الصعيد الطبي، في أخبار محزنة لكن مفرحة لأن تم إيجاد الحل المناسب لها، والبداية مع صحيفة الثورة أحداث جناح للعزل بمستشفى ابن الوليد في حمص. اليوم بالبداية من محافظة حمص أكد الدكتور مسلم
الأتاسي مدير مشفى ابن الوليد بحمص بأنه تم إحداث جناح للعزل في مشفى الوليد بيتضمن قسم للمرضى المشتبه بحالتهم الصحية ويبلغ إجمالي الأسرة 25 سرير بضم قسم للحجر الصحي وغرفة عناية مشددة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الإسعافية من أجهزة التنفس لأجهزة مراقبة قلبية وغيرها من التجهيزات، كما يوجد ملحق بمخبر خاص بقسم العزل وجهاز أشعة نقال للتصوير الأشعاعي ومزود بكادر طبي وتمريضي وفني مؤهل ومدرب. يعني نحن دائما هيك على منافسه بتحسي مع فيروس كورونا مين بيتحضر اسرع نحن. تماما، فهو يعني نحن هون ما لازم ناخذ الجانب السلبي من الخوف، بالعكس يعني دائما نكون حاضرين حتى لو ما استخدمنا اقسام العزل يا ريت ما يلزم. اكيد بنتمنى ما نضطر نستخدمهم، لكن في شيء بفعل يعني للتطور الطبي اللي وصلنا له. الاستعدادات هي اهم يمكن من العلاجات، انه نحن نكون على حاله اهبه والطوارئ دائما شغاله. كل التحيه لكل الكوادر الطبيه. كمان خبري الثاني فيه معلومات طبيه، لكن خبرنا من دير الزور صحيفه تشرين عنونت انقاذ طفله ابتلعت قطعه نقديه في دير الزور. تم انقاذ طفله تبلغ من العمر 3 سنوات قامت بابتلاع قطعة نقدية، حيث تم نقلها إلى قسم الإسعاف في الهيئة العامة لمشفى الأسد، وبعد التشخيص لوحظ وجود قطعة نقدية في سقف المري. وخلال الحديث لصحيفة تشرين أكد الدكتور رعد الفرج اختصاصي الأمراض الداخلية والهضمية أن الطفلة وحسب معلومات الأهل تعاني صعوبة في بلع اللعاب مع ضيق تنفس، حيث تم إجراء التصوير ومن خلاله لوحظ وجود قطعة معدنية في سقف المري، وفورا تم إجراء التخدير للطفلة والدخول بالمنظار الهضمي العلوي واستخراج القطعة المعدنية، وقد استغرق ذلك حوالي 30 دقيقة. ووضع الطفلة مستقر بعد وضعها بالمراقبة وتم تخريجها من المستشفى. بنتمنى لها كل السلامة وكل التحية للكادر الطبي. أكيد يعني أكيد الحمد لله على سلامتها، وبنفس الوقت يمكن شوي لازم يكون في حذر أكثر. الأطفال هنن هاي المشكلة، إنه أي شيء بيصير بدهم يجربوه ويختبروه وممكن إنه هنن يبلعوه، فأكيد يعني لازم يكون في اهتمام وعناية أكثر. نحن نوجه تحية لأهلها، الحمد لله على سلامتها، بس انتبهوا لها أكثر. أكيد الرقابة المنزلية للأطفال هي أساسية، والاهتمام بالأطفال من المرحلة العمرية الصغيرة كثير أساسي. لما بنشغل الطفل بيقولوا لهي الطفل أحسن ما هو يلهيك ويشغلك. هلأ بخبرنا هاد رح نحكي عن موضوع أنشطة للأطفال، دايما نشغلهم بنشاطات متنوعة لحتى يبعدوا عن الأذى لأنفسهم. صحيفة البعث عنونت عروض للأطفال في احتفالية القمر السنوية بمناسبة العيد، حيث احتضن مركز حديقة العروبة للأنشطة الثقافية بمدينة اللاذقية فعاليات وعروض احتفالية القمر. هي الاحتفالية طبعا سنوية يلي بتشكل تظاهرة ثقافية فنية تعليمية وترفيهية للأطفال واليافعين، أقامتها مؤسسة دار القمر بالتعاون مع مركز العروبة للأنشطة الثقافية في مجلس مدينة اللاذقية وبالاشتراك مع فوج الكشاف البحري 77. أكيد كل التحية لهم وفرقة طيور الجنة. واستقطبت الأطفال ببرنامج أنشطة ثقافية وفنية منوعة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. وهي كانت أخباري صبا لليوم، إن شاء الله هيك نكون قدمنا المتعة والفائدة والتنوع ببعض المحطات. مثل ما بنحكي دائما مشاهدينا، المشاركات السورية بالخارج دائما ترفع القبعة لها وللإنجازات يلي عم بيقدمون السوريين. واليوم رح يكون معنا تجربة مميزة، رح نحكي عبر الهاتف مع الصحفي صفوان الهندي مدير المكتب الصحفي للاتحاد الرياضي العام والمرافق الإعلامي للبعثة السورية إلى أولمبياد طوكيو. كل التحيات لإلك أستاذ صفوان. تحياتي سعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مشكورة أستاذ صفوان. وعلى الاهتمام والمتابعة. أكيد طبعا هذا واجبنا أنه نحن نتابعكم بكل خطوة. اليوم السوريين يعني كلهم أيضا قلوبهم معكم وأنتوا بطوكيو. بداية بدأ تخبرنا هيك عن المشاركة السورية بشكل عام، كيف تحضرتوا وشو خلينا نقول متوجهين اللاعبين السوريين ضمن أولمبياد طوكيو؟ طبعا تواجد البعثة السورية قبل أسبوع، تواجدت البعثة السورية في طوكيو
مشاركتي بدورة الألعاب الأولمبية. طبعاً دورة الألعاب الأولمبية هي أهم حدث رياضي عالمي. قبل يومين كان انطلاق الدورة بحفل الافتتاح، وبالأمس صباحاً كانت أول مشاركة للاعبين عبر اللاعب هند زازا، اللاعب الوعدي ذات العمر 12 عاماً، مع لاعبة نمساوية، طبعاً لاعبة نمساوية مخضرمة لها تجربة طويلة مع الألعاب الأولمبية. هي شاركت في ألعاب دورة ألعاب سيدني 2000، وفي 2004 بأثينا، وفي 2008 لندن، وفي بكين، وفي 2016 في البرازيل. طبعاً عامل فارق الخبرة الفنية بين اللاعب الواعد هند زازا واللاعب النمساوي، اتجهت نحو اللاعب النمساوية التي استطاعت الفوز على لاعبتنا الواعدة. طبعاً الباس السوريين كانت خلال اليومين الماضيين هي حديث وسائل الإعلام العالمية عبر اللاعب هند، كونها أصغر مشاركة في تاريخ الألعاب الأولمبية، أصغر مشاركة تشارك في دورات الألعاب الأولمبية. كثير من وسائل الإعلام العالمية أجرت لقاء مع هند، ومن خلال هند أيضا تم تسليط الضوء على الباس السوري والمشاركة السورية. وطبعا وجود طفلة بعمر سنوات الحرب على سوريا، وجودها في هذا الحدث أعطى أطفى أهمية خاصة، وهذا ما جعل جميع يعني هي فرحة قلوبنا يعني أستاذ صفوان. هي رغم كل شيء عم نحكي عن النتيجة اللي حكيت عنها حضرتك وفارق الخبرة، لكن هي فعلا قدرت أن هي تفرح قلوبنا هند، وهيك تخلق أمل جديد بالرياضيين السوريين. نعم أكيد طبعا، رغم الصعوبات نحن نعيش ونعرف حجم المعاناة على مدى السنوات الماضية بشكل عام بكل القطاعات في سوريا، ومنها القطاع الرياضي الذي تأثر أيضا. أنت تعرفين أن نحن بالرياضة السورية هي معقدة من قبل اتحاد اللجان الأولمبية العربية، وهناك الكثير من قرارات المنع ومنع رياضينا من المشاركة بأي بطولة عربية، وحتى هناك موضوع إجراءات السفر، هناك تقييد للألعاب لجميع الألعاب لجميع الرياضيين. نعم أستاذ، وحتى العام الماضي أنت تعرفين موضوع تفشي وباء كورونا جعل الأمر صعب بالنسبة للاعبين يقيموا معسكرات استعدادية بأي دولة. نعم أستاذ صفوان، أكيد رغم كل هاي الصعوبات قدرنا نشارك بفئات عمرية مختلفة وبألعاب أيضا مختلفة. نحكي عن الفئات العمرية وعن الألعاب الأخرى واللاعبين الآخرين المشاركين بالبعثة السورية. طبعا لدينا غدا لاعبين سيلعبان، لاعب محمد ماسو بالترياتلون. طبعا الترياتلون هي لعبة أولمبية تتألف من ثلاث سباقات، السباحة مسافة 1500 متر، والدراجة ركوب الدراجة لمسافة 40 كيلومتر، ومن ثم الجري لمسافة 20 كيلومتر. المنافسة تبدأ الساعة 12:30 ونصف ليلة بتوقيت دمشق، السادسة ونصف صباحا بتوقيت طوكيو. ولدينا أيضا السباح أيمن كلزية، السباح 200 متر فراشة غدا الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت دمشق، 7:30 مساء بتوقيت طوكيو. ومن ثم ستتوالى المشاركة السورية عبر اللاعب مجد الدين غزال لاعب الوصف العالي يوم الجمعة القادم، والفارس أحمد حمشو، وأيضا لدينا الرباع معن أسعد الذي سيشارك في منافسات رفع الأثقال بوزن زائد 109 كيلوغرام. ويعني إن شاء الله أتمنى التوفيق للاعبين، اللاعبين بأتم جاهزية، أمور ذات أمور جاهزية فنية جاهزية طبية. طبعا نحن نتواجد بدورة، وإقامة هذه الدورة بهذه الظروف الصحية هو تحدي كان من قبل الحكومة اليابانية التي أصرت على إقامة هذا الأولمبياد رغم الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه العالم. نعم تمام. يعني لما عم تحكي استاذ صفوان باسماء اللاعبين والمشاركات يلي حيكونوا فيها، صدق نحن يعني هيك قلوبنا عم تشعل من الحماسه والسعاده انه نحن نشوف اللاعبين السوريين بالاولمبياد، ومثل ما قلت حضرتك هالمناسبه يلي بيهتم فيها العالم لاهميتها الكبيره رياضيا. فخلينا نسال عن التنسيق يلي اشتغلتوا عليه كفريق سوري قبل مشاركتكم، وقد ايه كان في بعض الصعوبات مثلا يلي عانيتوا فيها، خصوصي حضرتك خبرتنا هلا عن موضوع السفر. الصعوبات لم تكن صعوبات بالنسبه لموضوع اللاعبين، التزموا بمعسكرات داخليه، وكان هناك معسكرات في روسيا بمدينه قازان الروسيه،
القيادة الرياضية قامت مشكورة بتأمين كافة التجهيزات وأمنت كل متطلبات الرياضيين بما يوفر المشاركة الجيدة، التحضير النفسي، التحضير المعنوي، التحضير المادي، تأمين كل متطلبات ظروف المشاركة الجيدة للاعبين. نعم أستاذ صفوان، كونك حكيت حضرتك عن المشاركات بالبداية كانت عنا هند وكلنا كنا قلوبنا معها، فإذا هي متواجدة جنبك فحابين نتواصل معه ونحكي عن تجربته. تفضلي. ألو. يسعد أوقاتك هند. أوقاتك. يبدو يسلم علي قبل. كل التحيات لك هند، أكيد نحن كتير سعيدين بوجودك معنا عبر شاشة العالم سوريا. شكرا كثير لكم، كثير مبسوطه معكم. يسعد اوقاتك بكل الخير. انا ورؤى تحت الهواء كنا كثير عم نحكي عنك هند، فعم يعني بدنا نسلم عليكي، ما عم نعرف مين بده يسلم قبل. ما تتخيلي حجم السعاده يلي تركتيها بقلوب كثار، يمكن عن طريق السوشيال ميديا ما بعرف لمستي شوي من احساس الشارع السوري يلي ناطرك هند. صار في كثير ضجه بالسوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، كثير العالم صارت تبعت لي. انا بعتذر منه كلياتهم، ما قدرت افرحه، يعني انا كنت بتمنى انه اربح واقدر افرح كل قلوب السوريين، يعني حدا بيبعث لي انه انت حرقتي قلبنا، فانا يعني كثير انزعجت. وانه يا هند انت فرحتينا، بكفي وصول اسم جميل بهذا العمر الصغير، يعني انت كنتي هيك الزهره بهذا الاولمبياد، وصلتي لمكان ناس كثير بتحلم فيه، يعني الصبايا يلي بعمرك يمكن اهتماماتهم تكون مختلفه، لكن اهتمامك بهذا المجال الرياضي، وصولك لهذا المكان انك تنافسي لاعبه بهي الخبره الزمنيه والعمريه، هذا يعني ترفع لك القبعه مثل ما بيقولوا. نحن كثير قلوبنا معك، انت هلا صرتي قدوه لكثير شباب وصبايا من عمرك. اللعبه اللي لعبت معك كثير اكبر مني يعني، وعندها خبره، مشاركه اكثر من 3 اولمبياد، يعني في فرق كثير كبير بيني وبينها، وهي اكبر من امي كمان يعني. حلوه هاي المعلومه مهمه. انه انا اكبر من امي سنتين. تمام. هند هلا طالما لعبتي مع لاعبه بتجارب سابقه متعدده بالاضافه لموضوع الخبره الزمنيه وتجربتك الاولى بهذا العمر، شو قدمت لك هي التجربه لنقول انه هي بدايه طريق لشيء افضل؟ انا اول شيء تعلمت من الخساره، هذا كان درس لإلي، صار عندي حافز اكبر، اقدر اتمرن اكثر وشارك بالاولمبياد ب 2024 بباريس. انا هذا الاولمبياد ما قدرت اجيب شيء او ما قدرت احقق شيء من كان انا بدي اياه، انا كان بدي انه اربح مباراه واتاهل، بس ما قدرت اعيش شيء. الاولمبياد 2024 انطروا مني شيء حلو، وان شاء الله رح اعمل شيء كثير كبير. ان شاء الله نحن اكيد ناطرين، وانت ما تفكري نحن عشنا سعاده معك، مجرد انه انت يعني هند شابه يافعه، يعني بيحزنني اقول انه عمرك بعمر الحرب السوريه، ومع هيك قدرتي تكوني فرحه بايامنا، وبدنا تخبرينا يعني عن احساسك لما نفتي على الملعب. نحن دائما بنكون عم نتفرج، عم نعيش مع الرياضيين، ولكن بنتخيل شو بيكونوا عم بيفكروا بهي اللحظه يلي دخلتي فيها. خلينا نقول انه ملايين العيون هي عم تشوف هالحدث وعم بتراقبك وتتابع، شو كان احساسك ضمنا؟ هلا ممكن انه انا من برا ما كنت مبينه شيء، بس من جوا كنت كثير يعني هيك متوتره، خايفه انه هند لازم تربحي، لازم تعملي، بس هيك يعني ما قدرت. بس هي قوة يعني انه تقدر تخفي هاي المشاعر، هي قوة. ايه بس كان مبين هيك شوي انه اكثر من حدا اللي كان انه مبين انه انت على وجهك انه انت هيك في عندك شوي خوف توتر، بس هي حالة صحية جدا. انا خاف هند بيقولوا يعني اول مرة بشارك انا بطولة دولية،
اكيد اكيد هي التحضيرات، التوتر اللي حاطين الفوز بين عيوننا، بيقول الشخص يلي محضر منيح هو فقط يلي بيخاف، اما الشخص يلي مو سائل ومو مستعد حتى لا بدنيا ولا نفسيا هو يلي انه خلص مو فارقه معه. بدي اقول لك بسبب صعوبة الاتصال يمكن ما رح توصل الأفكار كلها، لكن نحن كسوريين كلنا قلوبنا معك، وأكيد معك ومع جميع اللاعبين السوريين المشاركين. أكيد، ونحن هيك ختاما هند حابين شوي نسمع منك شيء مختلف عن يلي عم بتصرحي فيك اليوم، نسمع شوي عن مسيرتك، كيف بديتي بلعب الرياضة والمشاركات يلي كنتي فيها سواء يعني محليا أو عربيا. أنا بدأت ب 2015 بينبون، نزلت مع أخي، ظليت كان عندي حلم من أول ما بلشت إنه أنا أتأهل على الأولمبياد، وبعدها كنت أنا بفكر بهالشي. بعد ما تطورت شوي شوي إنه صرت إنه صار عندي حلم إنه لازم إنه آخذ مباراة بالأولمبياد، لازم إنه ألعب وأعمل شيء حلو، بس هني ما قدرت، كان فرق كثير عمر، بس إنه اللي جاي أحسن بكثير، وأنا هلأ بلشت بمشواري وفي قدامي هدف رح أضل وراه حتى أحققه. 2024 أنا حضر من هلأ 2024 تحضير كامل، رح أعيش هلأ مثل دول الأولمبياد اللي أنا هلأ عايشته. أنا بعد ما خلصت تركيتي كثير، زعلت كثير، يمكن هلأ زعلانة ومقهورة من ورا، بس يعني كله خير لإلي، وهيك إنه الله رايد، أكيد أنا يعني أتمنى أكون إنه أحسن حدا. يعني إذا البداية هند هي بأولمبياد عالمي، فمعناتها الخطوات الجاية حتكون أكيد أحلى وأحلى. أكيد رح تكون أحلى، أنا بحلم أكون بطلة عالم، بطلة أولمبياد، إن شاء الله رح تقولون هالشي رح تحققه إن شاء الله. أكيد هي أحلامنا كلنا، لإلك هند ولجميع المشاركين، أنه دائما العلم السوري يكون بكل المحافل الأدولية وبكل البطولات، دائما ترجعوا لنا بالذهب وبالمراتب العالية. كل الشكر لإلك اللاعبة السورية هند زازا، وكل التحية أيضا للأستاذ صفوان الهندي، شكرا للبعثة السورية وكل التقدير لجهودهم يلي عم يبذلوها لحتى يفرحوا قلوبنا. شكرا كثير لكم وعلى المقابلة الحلوة، وأكيد انطروا مني شيء حلو مثل ما قلت لكم، وإن شاء الله الأمل يلي عطيتينا يا هند من خلال هالمشاركة كتير كبير. نحن متأكدين أنه الأحلى والأحلى جاي أكيد، وكل الدعم لإلك ولموهبتك الكبيرة، وأيضا للقوة يلي عند طفلة بعمر 12 سنة مثلت سوريا بمحفل عالمي مهم. ورؤى يعني ساعتنا خلصت، الوقت الحلو يمكن بيقولوا هو الوقت اللي بيمرق بسرعة، ما حسينا فيه بزحمة المحطات، الأخبار والمعلومات الكتيرة اليوم. أكيد، وحاولنا تكون أخبارنا متنوعة وعديدة، بتم الكل يعني بمختلف الطرق التفكير والتوجهات والميول والهوايات والأخبار المحلية. أما هلأ فبدي لكم تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحتى تتابعوا حلقاتنا السابقة وأيضا اللاحقة. خلوكم متابعين دوما، وبكرة رح نكون معكم بموعد جديد. لبكرة تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.